نهاية العالم. الشائعة المرعبة التي تشغل بال مئات الملايين من سكان الكرة الأرضية ما زالت تتفاعل، فالأسطورة التي انتشرت كالنار في الهشيم والتي تستند إلى انتهاء التقويم الزمني لشعوب المايا القديمة والتي تشير إلى نهاية دورة الحياة في يوم 21/12/2012 اقترب موعدها المفترض، فهل هذا يعني أننا نعيش الأسابيع الأخيرة من حياتنا على هذه الأرض؟ وماذا يقول الدين؟ اولا العالم ما راح ينتهي، اذا مفتكرين انه بده يصير في حوادث ارضيه ممكن انه يصير. ثاني شغله، الاستناد على ارقام حسابيه رمزيه هذا خرف، هذا بسميه خرف علمي منه تقنيات علميه مزبوطه. بينما بالانجيل نحن من اول العالم بيقول تحدث زلازل وكواكب، وهذا قراءه بسموها قراءه اسكاتولوجيه، قراءه رمزيه. لا شو كيف تصير الدنيا من الناحية العلمية الشرعية الدينية، أن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم لم يذكر لنا وقتا معينا في تحديدها، لا في اليوم ولا في شهر ولا في سنة، ولكن ذكر لنا علامات أن يوم القيامة هو أمر حتم أي سوف يحصل، ولكن لا أستطيع أنا ولا أحد أن يقول متى هو. فيضانات وانفجارات، زلازل وأعاصير، كوارث طبيعية ستطيح بالأرض خلال ساعات بحسب المزاعم، ويصادف ذلك مع تقرير أصدرته وكالة الفضاء الأمريكية ناسا قبل أشهر، حذر من احتمال حدوث عاصفة شمسية قوية في شهر ديسمبر المقبل قد تتسبب بأضرار تفوق 2 تريليون دولار حول العالم. فهل تكون العاصفة بمثابة بداية النهاية؟ أن قضية الآن العاصفة التي تتكلم عنها ربما تكون قد تحدث، وهي توقعات كما التوقعات الجوية، فربما تحدث ربما لا. هناك أحيانا تفجرات، إذا عم تشوف شيء علم الفلك في تفجرات شمسية مرعبة بتخوف، بدها تهز مش بس الأرض، تهز العالم أكيد، وعم يحسبوا لها هل ستأتي كما هم عم يحسبون أم لا. أنا ما بعتقد أنه في حدا منا في يقرأ الغيب. في الوقت نفسه، فأن كثرة الشائعات والأقاويل دفعت بالعالم ديفيد موريسون في وكالة ناسا إلى طمأنة الناس وتكذيب شائعة الكوكب العملاق الذي سيصطدم بالأرض وينهي الحياة عليها. إن ما يحكى عن قرب نهاية العالم هو مجرد شائعة وكذبة، ولذلك أدعوكم إلى الاستمتاع بحياتكم وعدم القلق. روقوا، العالم لن ينتهي، عيشوا واتكلوا على الله. تمسكوا بدينكم، بإيمانكم، بالتزامكم، والخوف يكون من الله سبحانه وتعالى. وبانتظار يوم 21/12/2012 يبقى الإنسان رهينة الخوف والقلق من المجهول، فهل ينتهي العالم بعد أسابيع؟